نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع مشروع الملابس الجديد بين ملياردير سير فيليب غرين الإنجليزي والمغنية الأمريكية الشهيرة بيونسي، المنتظر إطلاقه بالربيع المقبل. غرين صاحب مجموعة أركاديا اللي بتضم توب شوب، دوريثي بيركنز، ميس سيلفريدج وغيرها من العلامات التجارية. حاليا عم يعمل مع النجمة بيونسي على علامة تجارية جديدة بعالم الرياضة الستريت ستايل. أتت هالمعلومات بعد ما ذكرت مجموعة غرين أنه الأرباح التشغيلية ارتفعت بنسبة 5.5% بالرغم من الظروف الصعبة. ومننتقل للصين اللي من المحتمل انها تستثمر اكثر من تريليون دولار بالخليج واستيراد سلع بقيمه 10 تريليون دولار على مدى السنوات الخمسه الجايه. الخطه بتشمل استثمار 3.5 تريليون دولار وهو اعلى احتياط للنقد الاجنبي بالخارج من اجل تحفيز النمو. بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي بالصين، حجم النمو عم يزداد سنويا، وطالما عم يبقى النمو الاقتصادي السنوي فوق ال 6.5% بالسنوات القليله المقبله، ممكن توصل الصين للهدف وتصير دوله ذات دخل مرتفع بحلول سنة 2020. ومننهي مع خبرين سريعين، الأول مع البنك المركزي الأوروبي اللي رح يوقف مؤقتا برنامجه لشراء الأصول بالفترة الممتدة ما بين 22 كانون الأول و1 كانون الثاني، واستئناف عملية الشراء بأربع كانون الثاني. هالخطوة أتت تحسبا لانخفاض السيولة بالسوق خلال هالفترة وللحد من اضطرابات محتملة بالسوق. والخبر الأخير لليوم مع رفع اليابان حد الأدنى للأجور بنسبة 3% سنويا اعتبارا من السنة المالية المقبلة كجزء من السياسات اللي بتهدف لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي. هيدي هي أخبارنا لليوم، شوفكم بكرة.